طيب معانا عبر الهاتف الان كابتن منير نبيل، عضو مجلس اداره نادي المريخ السوداني. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. صباح الخير كابتن كريم، صباح الخير. نتشرفنا وتنورنا. اهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك، ده شرف لنا. مواجهه كبيره مع نادي الزمالك يوم الجمعه القادمه، كيف تنتظرون هذه المواجهه واستعداداتكم ليها؟ حقيقة زي ما انت تفضلت، فعلا هي مواجهة كبيرة. المريخ فريق كبير، الزمالك فريق كبير، كلا الفريقين لهم تاريخهم. بالنسبة لنا كنادي المريخ، الفريق في كامل الاستعداد، عندنا عناصر مصابة، المدرب السعادة لسه الآن متاحة لليك، وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة تليق بمكانة الفريقين، تليق بمكانة الشعبين العريقين الأشقاء. طبعا استعداد بقى المريخ لهذه المواجهة، خاصة بعد خسارة أولى، والزمالك نفس الأمر، خسارة أولى في دور المجموعات، الاستعداد لهذه المواجهة وطموحاتكم في هذه المواجهة. حقيقة زي ما تفضلت قلت لك إنه الفريق يعني على أكمل استعدادات، تدريبات يومية في وضع يعني المباراة لا تقبل المريخ يعني لو خسر أي نقطة ثانية في المباراة القادمة دي، خاصة مباراة بتتلعب على أرضنا اللي هي فالعديدة، بتكون المنافسة صعبة يعني، أي نقطة أي بنت بيضيع في المرحلة الجاية مؤثر على الفريق إنه بيضعف الحظوظ في التأهل، فإن شاء الله هتكون يعني إن شاء الله المريخ يقدم كورة كبيرة، اللاعبين يكونوا على قدر المسؤولية وقدر التحدي ويقدروا يقدموا الحاجة المطلوب منهم والحاجة تعليمات المدرب على أكمل وجه، وإن شاء الله في الأخير هي مباراة 90 دقيقة فيها فايز فيها خسران وممكن تقبل التعادل، أهم حاجة عندنا إنه العلاقة بينه وبين الزمالك طبعا تكون في مكانه، في النهاية هو عبارة عن ماتش كورة يعني. طبعا 100%. الزمالك الفترة الماضية كان بيمر بمرحلة بعدم الاتزان الفني، ولكن المرحلة الأخيرة، المباراة الأخيرة، قدم مباراة كبيرة جدا وعاد الزمالك لسابق عهده بأدائه الكبير. مراقبين الكلام دوت، شايفين نادي الزمالك وهو يتحسن قبل مواجهة المريخ؟ حتى لو الزمالك خسر الماتش الاخير ده، كان برضه الزمالك فريق كبير عنده عناصر تمتلك الخبره، عنده مدرب كبير ممكن في اي لحظه يصنع الفارق يعني، اصلا ما من غير نتائج في الدوري او خساره اولى في الابطال، في الاخر الزمالك له اسمه وابطاله عنده عزيمه، احنا حاطين متحسبين للكلام ده كويس، وان شاء الله يعني زي ما قلت تكون مباراه جميله، واتمنى الفوز للمريخ طبعا. طلبكم باحتساب مباراة الترجي لصالحكم بعد نهاية المباراة، هل الطلب ده تم البت فيه؟ هل في جديد في هذا الأمر؟ حقيقة لسه احنا بانتظار ردود الاتحاد الافريقي على الشكوى المقدمة من طرفنا، هي طبعا شكوى صحيحة وكل الشهادة ان اي واحد تابع الماتش ده من الاول خاصة من الدقيقة 60 هيتابع الموضوع ده صحيح 100%، مثبت بالفيديو، مثبت بالصور، مثبت بالتغييرات، كله موجود. فان شاء الله ونحن كلنا ثقة وكلنا في نزاهة الجهات العدلية في الاتحاد الافريقي انه هينصفوا ويعطوا كل ذي حق حقه، ونحن كمجلس ادارة ما هنتنازل عن حقنا، هنوصل القضية لابعد مراحل التقاضي الى هنا يجي الحق لاصحابه ان شاء الله. استاذ منير النبيل، عضو مجلس اداره نادي المريخ السوداني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اكيد نتمنى للمريخ اداء جيد امام الزمالك، ونتمنى بكل تاكيد فوز نادي الزمالك بهذه المواجهه اللي هتفرق كتير مع نادي الزمالك. فوز مهم جدا بعد خساره اولى امام شباب بلوزداد على ارض نادي الزمالك، الفوز في هذه المواجهه تعيد الاتزان لنادي الزمالك في المنافسه على هذه المجموعة القوية جدا، القوية جدا، خد بالك الترجي قوي جدا، شباب بلوزداد قوي جدا، والمريخ لا يستهان به، فهي مواجهة أو مجموعة بالنسبة لنادي الزمالك هي فعلا مجموعة ثقيلة جدا في رأيي، وما زلت عند رأيي، الأهلي والزمالك في أفريقيا المفروض يهيمنوا على كل حاجة، أقوى تشكيلتين وأقوى أجهزة فنية، في رأيي يعني، إن شاء الله الزمالك بإذن الله يوفق على هذه المجموعة.